عودة أمجاد الأنصار وعودة الجمهور الأخضر للمدرجات، لأن لقب مرحلة الذهاب يحتاج بذل الجهود الاستثنائية لعودة القلعة الخضراء لما كانت طبيعية. لحظة انطلاق إذن المباراة، بهالوقت كرة بتتحرك من وسط الملعب. إنما الحكم بشير لمتابعة المباراة خطيرة، مسح الأنصار ممكن هو. باولو السامبا البرازيلية عم ترقص على أرض ملعب بيروت البلدي أمام جمهور الأنصار، أمام الجمهور الأخضر اللي عم يحتفل بهاللحظات. روني عزار وأيضا عن طريق حسن هزيمي بيلعب في الكرة أمامية باتجاه حسن خاتون، ممكن هدف تعادل، ممكن هو. إنما أنس أبو صالح بيقطع الكرة، بتعود الكرة عند إبراهيم بحسون، بيسهو إبراهيم بحسون. على كل الأحوال مع الركنية لمصلحة الأنصار، الكرة بتتنفذ لداخل منطقة الجزاء الرأسية، إنهو خلف تنفيذ الركنية، بيلعب كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء الرأسية موجودة إلى خارج الملعب. جميل رمضان عم يعلن عن نهاية أحداث المباراة بفوز الأنصار على الصفا بنتيجة 1-0. مبروك كتير كبير للأنصار، مبروك لجمهور الأنصار، مبروك عودة الجمهور إلى مدرجات ملعب بيروت البلدي.